علي صبري المحامي، محامي ابتدائي. انا بالنسبه لي اي قضيه بمسكها وبشتغلها بتكون بالنسبه لي مهمه، ما فيش قضيه بشتغلها مش بتكون مهمه. بس في قضيه انا كنت على المجني عليه، القضيه دي عرفت الحمد لله ان انا اشتغلها كويس واكسبها. تفاجأت وانا في الجلسه بدعي المدني ان المحامي الخصم حاضر وبيكحل الصوره الضوئيه لطلب اجراءات الطعن بالتزوير، فتأجلت الجلسه لتقديم اصل الايصال. فالجلسه اللي قدمت فيها اصل الايصال تفاجأت ان المحامي دفع بسابقه الفصل في الموضوع، لان كان في هناك جنحه مباشره مرفوعه بنفس الايصال بصوره ضوئيه منها. فانا كنت لازم اتصرف قصاد قضيه لو خسرتها والقضيه الثانيه هيكحد فيها الصوره الضوئيه وانا مقدم الايصال في القضيه دي، فكده القضيتين هخسرها. فدفعت بعدم جواز الدفع بسابقه الفصل في الموضوع، لان الحكم الصادر في الجنحه المباشره هو حكم غيابي، وطبقا لنص الماده 454 ان يكون الحكم الصادر حكم نهائي بات عن تدفع بسابقه الفصل في الموضوع، والحكم الغيابي ليس حكم نهائي قطعي، هو حكم غيابي يجوز الغائه في اي درجه من الدرجات. فالحمد لله دفعت الدفع ده، وطبقا لنص الماده برضو 101 من قانون الاثبات اثبته، والحمد لله الحكم جه لصالحي. هو ما فيش صعوبات يعني للمحامي المتمكن ان هو يكون على درايه كامله بالمعلومات ويكون باحث كويس وعارف قضيته اللي هيشتغلها، مش هتواجه اي صعوبات. طبعا احنا دايما بنتعلم من شيوخ المحامين، احنا دايما نرجع لشيوخ المحامين في السؤال اكتر من مره ونسالهم عشان نستفيد. احنا كشباب لازم نسال، اسال استاذي في المكتب قبل ما افتح مكتب الحمد لله، كنت دايما بستعين باستاذي واساله القضيه دي يحصل فيها ايه، الاجراء ده يتم ازاي. فلازم استعين بشيوخ المحامين يعني، وكنت اسال محامين في النقابه القضيه دي تفاصيلها ايه، حتى لو مش هشتغلها، حتى لو القضيه دي انا عندي حب استطلاع ان انا اعرف القضيه او القضيه دي حد بيشتغلها وجت قدامي كده، فانا عايز اعرف تفاصيلها. فاسعى لو حد بيسالني، ما ينفعش برضو حتى لو انا مش عارف السؤال لازم اسال استاذ اكبر مني اعرف منه المعلومه، علشان لو وقفت قصاد القضيه دي بعد كده اعرف انا اشتغلها ازاي. انصح الشباب بان هو يبدا حياته بان هو يحب المهنه ويحط هدف لنفسه، لازم يحط هدف لنفسه هو عايز يوصل لفين، عايز يكون ايه بكره، ما يوقفش احلامه. وما هي اول فتره في المحاماه صعبه، هي المحاماه شاقه عموما على المحامين الكبار، محاماه شاقه على المحامين الصغيرين، محاماه شاقه، لان مهنه المحاماه من اعظم المهن ومهنه عريقه. فانا بنصح المحامين الشباب اللي لسه مبتدئين ان هو دايما يكون قارئ جيد، مستمع جيد، يبحث عن المعلومه، اسال مره واثنين وثلاثه لحد ما المعلومه تثبت في دماغك وتكون انت المستفيد. انصحه برضو نصيحه تانية مهمه، اشتغل على نفسك. المكتب اللي انت بتنزل فيه ده ما هو الا وسيله للعلم والاستفاده من الخبره والوصول لهدفك، مش وسيله ماديه. موكلك اللي انت هتشتغل عليه بكره وبعده هو ده اللي انت هتستفيد منه، لازم تبقى عارف المعلومات دي وحاططها في ذهنك. المكتب ما هو الا وسيله للاستفاده بالمعلومات والخبره. انت لازم تفتح علاقات وتشتغل على نفسك كويس جدا، علشان بكره انت اللي هتفتح مكتب، ولازم تكون مستمع لانك انت بكره اللي هتتكلم. لازم يكون عندك جميع المعلومات، ما ينفعش يجي موكل يسالك وانت ما عندكش خلفيه عن المواضيع ولا انت ما عندكش معلومه. اي مكتب يدخل علشان يستفيد منه يقعد فيه 6 شهور بالظبط، لان بعد ال6 شهور هو دخل في اجراء روتيني خلاه مش هيستفيد اي حاجه بعد ال6 شهور. انزل مثلا مكتب يكون تخصص اسره، بعديه مكتب تخصص مدني، بعد كده تخصص شركات، بعد كده تخصص جنايات. فانت هتبقى محتار تشتغل ايه في جميع التخصصات، لان مهنه المحاماه مهنه جميله ومحدش يعرف المعلومه دي غير اللي اشتغل في المحاماه وحابب وعاشق لمهنه المحاماه.